رأيك فيما حدث مع محمد صلاح الأيام الماضية، وإنه اتكلم متأخر ليه؟ لقى الفيديو حلو، لقى الفيديو وحش، صلاح مواقفه معانا مش عظيمة، صلاح بيتأخر دايما، صلاح بيلعب لنفسه مش بيلعب، يعني الحكاية دي يا أستاذ حسن كان وجهة نظرك فيها إيه؟ صلاح بالنسبة لي حاجة قيمة كبيرة جدا كلاعب كإنسان وكمواطن مصري ومواطن عربي، فخر للمصريين وفخر للعرب، مش كلام إنشاء. ما فيش لعيب مصري وصل فيما وصل إليه صلاح. ببساطة صلاح خلى جمهور ليفربول يرفع علم فلسطين في المدرج ويهتف لفلسطين والغزة، رغم ان الاتحاد الانجليزي مانع ده. صحيح، ده دور صلاح. ولما يبقى في مجموعة اصدقاء صلاح اللي هم بينصروا فلسطين، ده برضه بسبب صلاح، بسبب مهارات صلاح ونجومية صلاح وكلام صلاح اللي قاله في الفيديو باللغة الانجليزية اللي كان لازم هو بيكلمنا احنا. ايوه، هو بيكلم المجتمع الغربي اللي هو منحاز لاسرائيل بسبب عقدة الذنب وبسبب حاجات كتير، ومنها كمان ان الاسرائيليين عندهم لوبي منتشر جدا في العالم، يعني دايما شوف انت تكلموا ازاي بعد 7 اكتوبر. صحيح، وكذبوا، ذبحوا الاطفال ومش عارف ايه، ودي قصص طبعا ما حصلتش، يعني مفيش صور لحد ما شفناش حاجه يعني.